وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع مع حضراتكم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، واللي من أهمها احتفال هيئة قناة السويس بالذكرى الأولى لتعويم سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن. وكمان النهاردة صندوق الإسكان الاجتماعي هيفتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية من الشقق المطروحة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل. ده غير المباريات المهمة اللي هتتلعب في إفريقيا وأوروبا كمان عشان التأهل لنهائي كأس العالم. خلونا نشوف التقرير. صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هيفتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية من الوحدات المطروحة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل، واللي لم يتم حجزها بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، وده هيكون الساعة 9 صباحا، وهيتم غلق باب الحجز بكرة الساعة 12 منتصف الليل. النهاردة هيئة قناة السويس هتحتفل بذكرى تعويم سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن، والفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة هيعمل مؤتمر صحفي وهيستعرض مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي وإحصائيات الملاحة بالقناة خلال الأونة الأخيرة. كمان النهاردة هيتم افتتاح مجمع الفلك بقرية أكوى الحصة التابعة لمركز كفر الزيات والخاص برعاية أبطال متلازمة داون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وده بحضور البابا توادروس بابا الإسكندرية والكنيسة الأرثوذكسية ووزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي. أما بقى لعشاء الرياضة وتحديداً كرة القدم وتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، النهاردة هيلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي الساعة 7 بالليل في لقاء الإياب، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب نيجيريا مع غانا، والساعة 9:30 هيكون في 3 مباريات، الكاميرون أمام الجزائر وتونس ومالي. أما تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم هيكون الساعة 9:15 مباراة منتخب البرتغال مع شمال مقدونيا وبولندا مع السويد.